أهلا بكم في نشرة تعليمية جديدة على شاشة قناة مدرستنا 3. والبداية دائما بأهم وأبرز العناوين. رئيس الوزراء يشدد على ضرورة تعيين 30,000 معلم كل عام، ويوجه بسرعة الانتهاء من لائحة مد خدمة المعلمين. توجيهات عاجلة بطرح رؤية التطوير الثانوية العامة للحوار المجتمعي من خلال آلية الحوار الوطني. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة بنفس مواصفات العام الماضي وستسحب من بنك الأسئلة. التعليم: غالبية الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة اختيار من متعدد، وأربع أسئلة مقالي في اللغة العربية. رئيس الوزراء يشدد على ضرورة تعيين 30,000 معلم كل عام، ويوجه بسرعة الانتهاء من لائحة مد خدمة المعلمين. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بالدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية. واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أن الحكومة وضعت خطة شاملة لتطوير المنظومة التعليمية بمختلف جوانبها، مشددا على ضرورة الالتزام بتعيين 30,000 معلم كل عام على الأقل، كما واجه بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مد الخدمة للمعلمين. وخلال الاجتماع عرض دكتور رضا حجازي الإجراءات والآليات التي اتخذتها الوزارة وذلك لسد العجز في أعداد المعلمين في ضوء المبادرة الرئاسية لتعيين 30,000 معلم سنويا ولمدة 5 سنوات، موضحا أن الدفعة الأولى من المسابقة شملت تسكين عدد 15,902 معلم في الإدارات الأكثر عجزا وذلك في أكتوبر 2023، بينما بلغ عدد الذين اجتازوا الاختبارات بالدفعة الثانية من المسابقة 20,866 معلما ومعلمة سيتم تعيينهم في المديريات التعليمية بعد استكمال إجراءات تدريبهم. توجيهات عاجلة بطرح رؤية تطوير الثانوية العامة للحوار المجتمعي من خلال آلية الحوار الوطني. واصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم مناقشة المقترحات الخاصة بتطوير مرحلة الثانوية العامة، وذلك في اجتماع حضره كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور رمضان محمد مساعد وزير التربية والتعليم للتقييم ونظم الامتحانات، وعدد من مسؤولي الوزارتين. وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة استجابت لعدد من التوصيات التي طرحها الحوار الوطني بشأن تطوير المرحلة الثانوية، موجهاً بأن يتم طرح هذه الرؤية الخاصة بتطوير الثانوية العامة التي أعدتها الحكومة للحوار المجتمعي من خلال آلية الحوار الوطني بما يسهم في إثراء المناقشات بهذا الشأن. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة بنفس مواصفات العام الماضي وستسحب من بنك الأسئلة. استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم خلال لقائه بمحرري ومندوبي التعليم في الصحف والمواقع الإلكترونية تفاصيل الإجراءات المتعلقة باستعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والمقرر انطلاقها يوم 10 يونيو الجاري بمشاركة 745,086 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات في 1981 لجنة على مستوى الجمهورية. وقال إن مواصفات الامتحان هذا العام هي نفس مواصفات العام الماضي، ويتم سحب الأسئلة من بنوك الأسئلة، وهناك لجنة تقوم بمراجعة الامتحان قبل الطباعة. كما أكد على جاهزية الوزارة لامتحانات وحوكمتها، موضحا أنه تم فحص طلبات تحويلات الثانوية العامة لهذا العام وتم قبول 4,824 طلب وفقا للضوابط المنظمة من إجمالي 12,750 طلب.
التعليم، غالبية الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة اختيار من متعدد، وأربع أسئلة مقالي في اللغة العربية. قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم إن غالبية الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة في مختلف المواد ستكون اختيار من متعدد، مشيرا إلى أن عدد الأسئلة الموضوعية في اللغة العربية ستكون عبارة عن 51 سؤال والمقالي 4، وفي اللغة الأجنبية الثانية ستكون 31 سؤال منها 29 اختيار من متعدد و2 مقالي. وأشار الوزير خلال لقائه بمحرري ومندوبي التعليم في الصحف والمواقع الإلكترونية إلى أن إجمالي الأسئلة لمادة التاريخ في الشعبة الأدبية ستكون 46 منها 44 اختيار من متعدد و2 مقالي، ونفس العدد لمواد الجغرافيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع والكيمياء والفيزياء والأحياء والجيولوجيا. أما بالنسبة لمواد الجبر والهندسة والتفاضل والتكامل والاستاتيكا والديناميكا فعدد الأسئلة في كل مادة 18 اختيار من متعدد و2 مقالي. دكتور رضا حجازي، يحق لطلاب اللغات الإجابة في امتحانات الثانوية العامة باللغة العربية. أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أن كتيبات المفاهيم المصاحبة لامتحانات المواد المضافة للمجموع في الثانوية العامة هي نفس كتيبات العام الماضي، بينما المواد غير المضافة للمجموع لا تحتاج إلى كتاب للمفاهيم باستثناء امتحانات الإحصاء لاحتوائها على المعادلات والقوانين. وأوضح الوزير أن التعريب مستمر لهذا العام، وهو ما يسمح للطلاب الذين يدرسون باللغات بالإجابة باللغة العربية، وذلك للتيسير عليهم. وأشار إلى أنه سيتم اعتبارا من اليوم توزيع خطابات الندب لأعمال الثانوية العامة، موضحا أن قبول الاعتذارات ستكون أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس القادمين، وذلك في ضوء الضوابط التي وضعتها الوزارة. تعدد الفرص لتحسين أداء الطلاب وتطبيق نظام المسارات في الثانوية العامة الجديدة. استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أهم ملامح تطوير الثانوية العامة الجديدة خلال لقائه بمحرري الصحف والمواقع الإلكترونية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى في تطويرها بالاستفادة من مناهج مدارس النيل، حيث أنها شهادة معتمدة من كامبريدج وتم اعتمادها من الدولة المصرية. وأكد أن ملامح النظام الجديد للثانوية العامة سيتضمن تعدد الفرص لتحسين أداء الطلاب في الامتحانات وتعدد المسارات، وسيدرس الطالب المواد المؤهلة لكل قطاع مع مراعاة وظائف المستقبل وسوق العمل، مشيرا إلى أن الوزارة تتعاون حاليا مع وزارة التعليم العالي لإجراء التعديلات المناسبة لذلك، ثم العرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب في المرحلة الأخيرة، وذلك للشروع في التطبيق بعد إصدار القانون. لمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر معنا على الهاتف الأستاذ أيمن صقر، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ومسؤول ملف التعليم. برحب بحضرتك على شاشة مدرستنا ثلاثة فندم. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا وسهلا أستاذ أيمن، كلمنا عن أهم النقاط التي تحدث فيها وزير التربية والتعليم عن امتحانات الثانوية العامة خلال لقائه بالصحفيين المسؤولين عن ملف التعليم. هو بالفعل دكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كان حريص أمس على عقد لقاء مع محرر التعليم في جميع وسائل الإعلام المصرية. كما تعلم أن امتحانات الثانوية العامة أيام قليلة وتبدأ مواد غير المضافة يوم 10 يونيو إن شاء الله. أنا أرى الاجتماع أنها رسالة طمأنينة لطلاب الثانوية العامة لأولياء الأمور أن الوزارة جاهزة تماما لامتحانات الثانوية العامة. هناك بعض المعلومات الهامة لطالب الثانوية العامة سواء بالنسبة في البابل شيت وكتابة البيانات والتأكيد على كتابة بيانات الطالب. والوزارة طبعا الوزير أعلن أن بداية استقبال الطلبة في امتحان الثانوية العامة فتح المدرسة 8:30، دخول اللجان 9-10، هناك 10 دقائق حتى موعد قبل توزيع الأسئلة بكتابة البيانات والتأكيد على النماذج ألف وبه وجيم
يعني صوره كامله لطمانينه الطلاب. بالفعل الوزير حدد ان الوزاره فعلا جاهزه للعقد الامتحانات. اكد على حاجه مهمه جدا، قال الغش هناك اجراءات صارمه ستتخذها الوزاره هذا العام بالنسبه للغش، سواء من كاميرات المراقبه المتواجده في جميع اللجان وربطها بغرفه العمليات المركزيه في الوزاره وغرفه عمليات المديريات. هناك تفتيش طبعا قبل دخول اللجان، وداخل اللجان سيكون هناك العصا الالكترونيه بالمرور على الطلبه لاستكشاف اي اجهزه معدنيه سواء اجهزه تليفون او سماعات. كل هذه الاجراءات طبعا لتحقيق مبادئ تحقيق مبدا تكافؤ الفرص. الوزاره فعلا هناك لقاء للوزير خلال يومين مع مدير المديريات عن طريق فيديو كونفرنس للتاكيد على هذه التعليمات وارسال كل ما يتعلق بامتحانات الثانويه العامه والطلاب واللجان وتوزيع اللجان. فان شاء الله باذن الله الامتحانات هتكون بالفعل بدايه موفقه. هناك استعدادات كبيره جدا بداتها الوزاره، واعتقد انها بداتها من العام الماضي وليس هذا العام، والاستكمال للعام الماضي تم مناقشه جميع سلبيات امتحان العام الماضي سواء في اللجان او في خلال الامتحانات، خصوصا فيما يتعلق بالمراوح. الوزاره وفرت مراوح سند لجميع اللجان لارتفاع درجه الحراره خلال هذه الفتره. فالحمد لله ان شاء الله باذن الله يكون هناك بدايه امتحانات الاسبوع المقبل للمواد غير المضافه، يكون بدايه موفقه للطلاب، ونسمع ان شاء الله لحين انتهاء الامتحانات في شهر يوليو القادم نكون امتحان كويسه مستوى الطالب ونتيجه تكون كويسه في الطلب. الحقيقه استاذ ايمن حضرتك ذكرت حاجه شيء مهم جدا، وهو الدور التربوي للسيد وزير التربيه والتعليم بهذا اللقاء، وان كان له شقين. الشق الاول هو رساله الطمانه كما ذكرت حضرتك في بدايه حديثك للطلبه ولاولياء الامور، ويعني يبرز ذلك في مناقشه سلبيات امتحانات العام الماضي كما ذكرت او على حد ذكرك. والشق الاخر وهو انه يعني من سيقوم بالغش او بمخالفه القواعد والقوانين سيتعرض للقوانين الصارمة والعقاب الذي يستحقه. فيعني هذا أمر له علاقة بالتربية أكثر من التعليم، وهو شق هام جدا ونقطة هامة جدا بنشكر عليها السيد الوزير. دعني أذهب مع حضرتك سريعا عن نتحدث عن تطوير الثانوية العامة أو ملامح تطوير الثانوية العامة الجديدة، وما تحدث السيد الوزير في هذا الشأن أثناء هذا الاجتماع. بالفعل هو هناك قبل الدخول في تطوير الثانويه العامه والمسارات او اعاده فرص للطلاب، الوزير تطرق للمرحله الاعداديه وتطوير المناهج، يعني العام المقبل تطوير المناهج اولى اعدادي. يعني هذا يعني الوزير منذ توليه الوزاره كان واضح وصريح ان الوزاره ان سياسه الدوله وليس سياسه وزاره او وزير، الوزاره مستمره في تطوير مناهجها وتطوير المنظومه ككل. بالفعل مناهج المرحلة الإعدادية العام المقبل تم طرح مناقصة تأليف الكتب الصف الأول الإعدادي، الأمور مستمرة. بالنسبة ندخل للثانوية العامة، هناك سيكون هناك حوار مجتمعي يضم جميع الخبراء التربويين داخل مصر والشركاء الدوليين، ثم نقاش تطوير المنظومة. الوزير ذكر حاجة مهمة جدا امبارح في مؤتمر صحفي، قال لك المناهج الجديدة للثانوية العامة سيكون فيها روح الاي جي، بمعنى المسارات هيكون يعني هناك مسارات يكون الطالب باختياره. المسارات تم تحديدها مش تم تحديدها او المهمة هو مسارات كلية الطب، مسارات الطبية الهندسية العلوم الإنسانية، والمسار الرابع الذكاء الاصطناعي. يعني هناك اهتمام كبير جدا بكل نقاط التطوير تلك المسارات. تعدد الفرص بالنسبه للطالب، ان يكون هناك تعدد فرص للدخول للامتحان لظروف، كل هذا بيتم مناقشته وسيتم طرحه في حوار مجتمعي. هذا الحوار المجتمعي ممكن يستمر عام عامين حسب اللي يصل الى منظومه حديثه متطوره للثانويه العامه تمنع ما يحدث الآن من القلق واللغط والخوف من الثانوية العامة ومستقبل الطلاب داخل كلية طبية. لا، الطالب من حقه يختار المسار اللي عايزه، ممكن وهو داخل المسار يقوم بتغيير المسار باختيار مواد أخرى. سيكون هناك ثلاثة في موضوع الثانوية العامة،
كل هذا سيتم يتبلور في قانون. هذا القانون بعد الانتهاء من حوار المجتمع والوصول الى النقاط المهمه في الثانويه العامه، هذا القانون سيتم طرحه على مجلس الوزراء ومجلس النواب لموافقته. صحيح. لحين الموافقه عليه سيتم بالفعل اصدار القانون وظهور الثانويه العامه الجديده الى النور. وضحت يا فندم الاستاذ ايمن صقر مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط ومسؤول ملف التعليم، نشكر حضرتك على هذه المداخله. إلى هنا تنتهي نشرتنا التعليمية على قناة مدرستنا 3. نشكر لكم طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.